السلام عليكم، ازيك يا حبيبي؟ اخبارك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا باشا، عامل ايه؟ هو في عندكم يا حبيبي نظام تقسيط اقدر ادفع 30% من سعر العربية ولا لأ؟ متاح يا باشا، 30% مقدم، بس في الحالة دي انا محتاج مفردات مرتب واستعلام عمل. طب الاجراءات دي تاخد قد ايه وقت يا حبيبي؟ الاجراءات دي ممكن تاخد ان شاء الله 48 ساعة بالظبط، تكون معاك الموافقة ان شاء الله، وكمان بنمشي باجراءات استلام العربية. طيب ايه المطلوب يا حبيبي علشان امشي في الاجراءات؟ انا حاليا محتاج صورة البطاقة بس، وان شاء الله موظف البنك هيكلمك النهاردة ويقفل معاك الملف، ولو احتاج مفردات مرتب ان شاء الله يكلمك وحضرتك تجهزها واحنا ماشيين في الاجراءات. خلاص انا هبعت لك صورة البطاقة على رقمك على الواتس يا حبيبي. رقم الموبايل اكيد لسه مع حضرتك 011-465-3036، بس ارجوك ما تنساش توصي الناس وصية. عارف يا حبيبي الوصية، ما ينسوش يعملوا اشتراك في القناة ويضغطوا زر الجرس ويعملوا اعجاب ويكتبوا لك تعليق حلو علشان تستمر في عرض الفيديوهات على قناتك. شكرا ليكم وشكرا للناس اللي بتتابعنا. باي باي.